طول عمري وانا صغير كنت اول حاجه اعملها في اليوم اني اتفرج على كرتون، ودايما كنت بنبهر بالوجبات اللي موجوده في الكرتون. عشان كده جبت شيف مخصوص عشان يعمل الوجبات دي، فانصحكم تجيبوا اكل وانتوا تتفرجوا على الفيديو ده عشان هتجوعوا. اكيد هنبتدي باشهر وجبه في الكرتون وهي السلطع برجر من سبونج بوب. جماعة بصوا شبهه ازاي. عمري ما كنت اتخيل ان هكون ماسك سلطع برجر حقيقي في ايدي. سلطع برجر ده لو انتم متابعين سبونج بوب هتكونوا عارفين ان الخلطة بتاعته سرية، بس في حلقة من حلقات سبونج بوب كان بيحضر السلطع برجر. اول حاجة العيش، الخبز، تاني حاجة اللحمة، ثم اللحم، كاتشب مستردة وخس، كاتشب مستردة خس، بصل زيادة، بصل كثير، بعدهم جبنة طماطم، وبعد كده العيش، جبن طماطم خبز بهذا الترتيب. فدلوقتي معانا السلطع برجر، بس قبل ما ادوقه في نظريه عايز اقولها لكم، وهي بتقول ان السلطع برجر ده لحمه السلطعون عشان لكذا سبب. اول حاجه ان مستر سلطع مخلي الوصفه سريه، تاني حاجه المطعم شكله فخ للسلطعون، تالت حاجه في حلقه مستر سلطعون داق السلطع برجر وقال وده طعم مش عارف، بس نظريه الكرتون دي بتخوف. كفايه كلام ويلا ندوق عشان متحمس قوي. ده بقى طعم السلطع برجر. اتفرجوا على الفيديو كله عشان تشوفوا كل الوجبات، عشان في وجبات انا ما اعرفش اصلا ازاي الشيف عملها. في كرتون الدببه الثلاثه في حلقه الدب الابيض الدب الثلجي عمل لهم كالزون بالجبنه والصلصه، عجبتهم قوي لدرجه ان هم قرروا ان هم يفتحوا فود تراك. الحلقه دي يا جماعه جوعتني قوي، خلتني عاوز ادوق دي، فعشان كده قلت للشيف يعملها. فيلا ندوق هم عملوا ايه. جماعة حلوة قوي، عاملة زي البيتزا. أنا عمري ما دوقت كالزون في حياتي، عاملة زي البيتزا بس مختلفة. المهم في وجبة أنا متحمس قوي ليها في الفيديو ده، فاتفرجوا على الفيديو كله عشان تشوفوها. لو اتفرجتوا على سكوبي دو هتعرفوا إن هو مش بيشبع خالص، وكل الأكل اللي بياكله ضغط. في حلقة سكوبي دو أكل الساندوتش ده لازم اتنين يشيلوه. أوف يا نهار أبيض جماعة، السندوتش ده اكبر سندوتش شفته في حياتي. انا معرفش ازاي اكله، معرفش ازاي انا هاكله. الغريب ان هو كان بياكل الاحجام دي في بق واحد، وانا اكيد مش هاكله في بق واحد. يعني دايما سكوبي دو وانا بتفرج عليه بجوع، فياسين وهو عنده 10 سنين هيكون مبسوط قوي اللي انا بعمل كده دلوقتي. انا مش عارف ازاي اشيله. لا ثانية، لا جماعة انا مش عارف اشيل السندوتش. ثانية، ايوه يعني جماعة ده خمس طبقات فوق بعض زي الكرتون بالظبط. انا معرفش ازاي الشيف عمله، بس ده احسن واكبر سندوتش دوقته في حياتي، عشان بحب اصلا لغوصه وكل حاجه على بعض وكده. قولوا لي في الكومنتس ايه اكتر وجبه من كرتون نفسكم تجربوها، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده عشان لو وصل ل 10000 لايكس ممكن اعمل جزء تاني بالحاجات اللي انتوا هتقولوها في الكومنتس. يلا للوجبه اللي بعد كده. يا جماعه الوجبه اللي جايه دي هي اللي خلت شيف احمد يبقى شيف اصلا، وهو اللي قال لي نعملها. ايه هي يا شيف؟ اوف راتاتوي. يا نهار ابيض، دي شكلها زي الفيلم بالظبط. بصوا يا نهار ابيض. جماعه انا اتفرجت على الفيلم ده وانا صغير، وبجد دي اكتر وجبه كنت نفسي اجربها، حلم ليا اني اجربها. وفي الفيلم الوجبه دي هي اللي خلت المطعم ما يتقفلش وياخد ريفيو حلو ويكمل. فانا هجرب دلوقتي، انا خايف ابوظ الشكل اقسم بالله. ماشي اوكي. ايه الهبل ده؟ جماعة أنا أصلا مش بحب البتنجان. الهبل ده حلوة قوي. أنا دلوقتي عرفت ليه أقنعك تبقى شيف. طب ممكن أشتغل شيف معاك؟ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت، عشان كل فيديو هبعت لحد 1000 جنيه. يلا اللي بعده. يلا بينا. ده آيس كريم ظهر في حلقة من سبونج بوب. بصوا عامل إزاي؟ ده المفروض عينينه، هو بس الايس كريم ساح خالص عشان الشمس والجو حر قوي. فانا هدوق دلوقتي في صوص شوكليت، عامه شبهه بالظبط، عامه يعني لو ما كانش ساح شويه. فنجيب ام ان امز وشوكليت. مصر تعادو شويه شوكليت معلش. ايوه جامد. ها لا جامد قوي.
جماعة ده بيسيح قوي كده انه بيرق الايس كريم في كل حتة. تالي كانت في حلقة سبونج بوب وبسيط عملوا الايس كريم ده وكانوا مجانين ان الايس كريم ده جامد قوي. جامد. يلا اللي بعده جماعة، بانكيكس باللحمة. جماعة انا عمري ما تخيل ان انا ممكن ادوق حاجه كده، انا ما اعرفش ان دي اصلا كانت موجوده في كرتون اسمه ادفنتشر تايم، عمل البانكيكس باللحمه. فانا وباسل دلوقتي هنجربه ونشوف لو هو فعلا حلو. لا ما اظنش لو هو هيطلع حلو، بس يلا بينا. هنحط عسل عليه على اللحمه، انا ما اعرفش ازاي، بس المفروض بانكيكس وكمان المفروض البانكيكس يبقى فيها عسل صح. بص هحط عسل، اظن كده كفايه صح. حلو قوي. ماشي انا حته فيها عسل كده كتير. ايوه ماشي. الهبل ده ازاي ما اعرفش مش عارف اتكلم. جماعه تحفه. ازاي دودي جامده. ها ايه ده يا الاختراع؟ ازاي ما اعرفش الاختراع ده؟ انا هفطر بدي كل يوم. كمل يا عم. جماعه انا بجد مبسوط لما بعمل الفيديو ده، فيديو ودانا عالم تاني او عالم الكرتون، وبجد تحفه. انا لازم اخد تاني، هخلص دي بقى وندخل في اللي بعده. جماعه اخر واجمد وجبه. ايه ده الشيف بنفسه جايبها لي؟ هي المفروض تتحط على الراس. هي ظهرت في الموفي كده. ماشي ظهرت في الفيلم كده. المفروض دي كانت في فيلم ديسبيكابل مي. انا خايف تقع. المفروض في الفيلم ان هم بيكسروا حته من الناتشوز ويحطوها، بص جوه يحطوها في الصوص. انا جبته. استنى انا بجيبه زي اهو. لسه كده. ايوه انزل بقى اهو. نزلت ماشي نزلت كده اهو. المفروض يجيبوا بقى الصوص. ايوه جبته. ماشي. و جماعة أكلت الطعية بتاعتي. مش متخيل جماعة الشيف أحمد هو اللي عملها، معرفش إزاي عمل كده. الطعية بتاعتي طعمها حلو بجد يا جماعة. حاسس إن أنا جماعة بجد حاسس إن أنا رجعت طفل تاني. ده حلو أوي. شكرا الشيف ساعدني. أنا مش عايز أوقف أقولها. ده اخر فيديو، لو عجبكم تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. لو عندكم حلم تنسوش اللي انتوا تكملوا فيه. شكرا للشيف احمد، من غيره الفيديو ده كان هيكون مستحيل بجد. ما اعرفش ازاي عمل كل الحاجات دي. هتلاقوا الانستغرام بتاعه تحت في الديسكربشن، اعملوا له فولو. تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب واشوفكم في الفيديو اللي جاي.